أكد نائب المجلس الشعبي البلدي بلابيسي تشيخ جنوب ولاية البيض السيد فتاتي بوعمامة بأن البلدية استفادت من مشروع لإعادة تهيئة ملعبين جواريين بغلاف مالي فاق حوالي 1 مليار سنتيم في إطار دفع عجلة التنمية بالمنطقة، كما يوضح في هذا التصريح الذي خصه مع الجمهورية. استفادت على كل حال بلدية لابيسي تشيخ من مشروعين لملعبين ملعبي ماتيكو لإعادة تأهيلهما من جديد. على كل حال الملعبين هذو كانوا موجودين في السابق، ولكن يتم الآن إعادة تأهيلهم من حيث الأرضية، من حيث الإنارة بالإنارة اللاد، من حيث الجرياج أو الشباك المحيط بالملعبين الموجودين. على كل حال الشارع الماتيكو الأول أو الملعب الأول مغطى بالعشب الاصطناعي وموجود بمنطقة حي الاستقلال أو بحي الاستقلال، والملعب الثاني موجود بحي 474 بين قوسين منطقة دبي. العملية هذه رصد لها مبلغ 1.99 مليون و300 لإعادة التأهيل تاعهم، ونتمنى إن شاء الله أنها تتم العملية في خلال 40 يوم من طرف شركة الوئاد الصيفية. نتمنى فقط أنه يتم المحافظة على هذا المكسب اللي راح يكون إضافة لساكنة الحيين إن شاء الله.